حاسس حالي انا السبب بكل شيء صار معي ومع كل اللي حوالي. لك شو هالكل زي بقى؟ من وين لك حق تتدخلي بحياته وانت صار لك سنه مختفيه وتركتي عيش بالجحيم؟ هربت وتركته. قرر انه يطلع من حياتها ويترك هذا الحب اللي عذبه كثير. ولما قرر يعيش حياته رح يقضي يومين معها كرمال يرتاح مني ويبعد عني. الغيره قتلتها. هلا بدك تعرفي وينه ومع مين؟ بصفتك شو؟ يوسف. يوسف يا عمي انت ليش عم تتهرب؟ جاوبني على سؤالي يا حية معك. الجزء الثاني من ما فيي. هلا بتحب معي يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الاخبار على الام تي في.